السلام عليكم ورحمة الله، زوائن بيت العسل. مثل ما عودناكم على كل ما هو جديد ومميز من بيت العسل، اليوم حبينا نشوفكم كافة أنواع العسل الطبيعي وكافة منتجات النحل اللي موجودة عندنا. قبل لا أدخل بالأسعار والهدايا والتفاصيل، أحب أوضح أنه كل إنتاجنا طبيعي أمانة الله ورسوله وبذمتنا إن شاء الله، وخاضع لكافة الفحوصات المختبرية. عندنا بالبداية خلطات اللي نشتغلها، هي خلطة الذرية المخصصة للي يعانون من ضعف نسبة الحيوانات المنوية، وبالتالي يكون العقم. هاي الخلطة إن شاء الله زيد نسبة الحيوانات المنوية مما يسهل عملية الحمل والإنجاب إن شاء الله. وموجودة عندنا خلطة الانتصاب لمن يعانون من الضعف الجنسي للمتزوجين، تعمل على زيادة القوة الجنسية وزيادة الانتصاب وتأخير مدة الجماع، تأخير القذف إن شاء الله مجربة. كل منتجاتنا طبيعية ومضمونة 100% وفعالة. نبدي بالأنواع اللي موجودة عندنا. موجود عندنا عسل السدر، طبعا عسل السدر موجود الفرز الجديد اللي هو يكون لونه تشوكليتي وبرغوة، وموجود عندنا الفرز القديم اللي يكون لونه أسود داكن، موجود عندنا العسل الأبيض، موجود عندنا عسل الكالبتوز، عسل البرسيم، العسل الشوكي، موجود عندنا إطار بالشمع، إطار كامل مثل ما تلاحظون إطار بالشمع. ويا كل طلب تجي علبة عسل صغيرة من هاي العلب، طبعا نوع العسل يحدده الزبون، أو علبة شمع مثل ما تلاحظون. متوفر عندنا حبوب اللقاح والعكبر المطحون، إضافة إلى الغذاء الملكي الطبيعي الأصلي 100%. إضافة إلى كل طلب تجي ويا ملعقة عسل خشبية، إضافة إلى بروشور يوضح فوائد العسل. بالنسبة للناس اللي تسأل عن أوزان علبة العسل، هسه راح نشوفكم أوزان علبة العسل مثل ما تلاحظون. هذا هو وزن علبة العسل، أكثر من كيلو، طبعا هذا الوزن الإجمالي. للطلب يرجى مراسلتنا على الخاص أو زيارة فروعنا الكائنة في بغداد، حي العدل شارع الأسواق المركزية، أو في حي البساتين قرب جسر المثنى. تتوفر خدمة توصيل داخل بغداد مجانية وفي جميع المحافظات، فقط 5000 دينار. شكرا جزيلا.